عليكم، كنتمنى تشوفوا هذا الفيديو وانتم بصحة جيدة ان شاء الله. متابعين ومتابعات ان شاء الله بإذن الله تعالى تشوفوا هذا الفيديو وانتم تكونوا بصحة جيدة انتم وعائلتكم. اليوم غادي ندير معكم القلية ولا الكرشة، حنا كنسموها كرشة، كل منطقة اش كتسميها. هاي نوريكم قريب، شديتها نظفتها مزيان كيما كتبان لكم هكا، غسلتها وغادي ان شاء الله نوري لكم الطريقه كيف مازال تغسل ندير ريا ان شاء الله. غادي نديرها تسلق، نوريكم لي زانغريديان شنو ندير معاها. عندي هنا الخرقوم البلدي، معلقه الخرقوم البلدي، عندي معلقه صغيره ديال السكنجبير، المعلقه الصغيره ديال الكمكم ولا الكمون، الملح على حسب الذوق، الرز المعلقه ديال البزار ولا الفلفل الاسود. عندي هنا حبات البصل مشلطة، قزبور ومعدنوس مقطعين، حبات ديال الطوماط كبيرة، وعندي لاصوص طوماط، وعندي السيترون ولا الحامض فاش غادي نسلق ان شاء الله الكرشة ديالنا. هانتوما معايا، دابا غادي ندير الريا ان شاء الله. الماء وما سخنو في الكسرونة، ندير الريا تسلق، تسلق مزيان باش تخرجو من هاديك الكشكوشة. كنحطوه في الماء كتبيض سبحان الله العظيم، ندير معاها شويه ديال الحامض ولا السيترون، وهنا ان شاء الله غادي ندير الكرشه ولا القليه تسلق حتى هي. الجرة نقطع الحامض، نوريكم طريقتي انايا مع الكرشه ولا القليه. كتبقى كل منطقة شنو كتسميها. غادي تعجبكم ان شاء الله الطريقة هذه ديالي. فوالا، من بعد ما سخنو الماء مزيان دابا غادي ندير الكرشة ديالنا ولا القلية تسلق مع الحامض، كتحيد ليها الريحة، الريحة ديال الزفورية ديال الكرشة معروفة عليها الزفورية ديالها. ندير الكرشة تحل مزيان باش هذيك الريحه اللي كدور لينا في الدار ولا في المطبخ ديالنا ديال الكرشه كتمشي، كتحيدها على الحامض، الحامض كيحيد الريحه الكريهه، وريحه الحامض كتبقى كدور في الدار. وكان هي كتسلق وكنسلق كما قلت لكم هي، كاين اللي كيدير معها هي، كاين اللي كيديرها غير بوحدها الكرشه بوحدها ولا الدواره كما قلت لكم. شوفوا كيفاش كتولي اللون ديالها كيتبدل مع الحامض. الماء كيفاش كيخرجوا كحل. غادي نخليوها تغلي حتى تخرج لها الكشكوشه ديك لاموس ولا الكشكوشه اللي كنتقل عاد باش ان شاء الله غادي باش نقطعها. الكشكوشه بدات كطلع وانا اللي كن ندير لها التقابي. انا درت منها غير النص ديالها، كاين اللي كيديرها كامله. الكرشه غادي نخليوها واحد 5 ديال الدقائق على بحال هي كتسلق مزيان، وغادي نوري لكم ان شاء الله الطريقه. خليوها تسلق ان شاء الله نور السليق، وغادي نرجع معكم نوري لكم كيفاش لا كولور ديالها كتبدل. فوالا، من بعد ما خرجتها من سميتو من الماء سخون طايب، تجي كيما هكا، تجي نقيه. كنتمنى كتبان لكم هانتوما لا فابور ولا البخار كيخليناش نشوفوا اكثر الحامض. شوفوا القشره ديال الحامض كيفاش كيطلق الحامض. شوف واش مزال عندي شي كرشه هنا ولا القليه. تيقوني البنات الريحه ديال الكرشه ما كدورش في الدار، كدور ريحه الحامض ولا السيترون. ولا غادي نكمل داكشي اللي بقى ان شاء الله. المهم كتجي نقيه كما كتشوفوا. غادي نقطع الريا قداش كتولي ملي كتسلق في الماء،
بسم الله. الوصفات اللي عجبكم الدريه هذه كنديروها ملفاف، المهم كندير بها بزاف د الحوايج. كنفكركم دابا، غادي نفكركم دابا في عيد كبير ان شاء الله يا ربي. سخونه كاين اللي كيدير معاها القلب، كاين اللي المهم اللي يعجبوك. المهم هذه الكرشه كتمشي مع كلشي ولا القليه، تقدروا ديروها غير بوحدها مع الحمص، مع الحمص هي كتجي مزيان، ولا مع اللوبيا. دابا ديها هنا مع الكرشه كوكوت. هنا غادي ندير الكرشة ديالنا المهرية بسم الله. غندير توابل البنات، اسمحوا لي نسيت ما قلت لكمش على الهريسة، حيت ما عنديش، ما بقاتش ليا التحميرة ولا الفلفل الأحمر، هما التوابل غادي نديرهم. هنا عندي ثلاثة ديال الريوس ديال الثوم، حتى هما ما ذكرتهمش، قطعهم عشوائيا. بصل، حبة البصل، زبرة معدنوس، لاصوص طوماط، طيشة الحك، حبة ديال المطيشة، زيت العود على حساب، متنساوش الكرشة حتى هي راه فيها زيوت، وخا سلقتها، غادي نغسلها من ديك الشحمة، بسم الله. وكندير نجيو، وانتوما تنساوش التحميره، راه زعما التحميره مزيانه اللي غادي غير باش تبدل اللون وصافي، ما بقاتش لي الفلفل الاحمر. دابا غادي نديرها ان شاء الله على النار، ومن بعد غادي هي البنات كتقلى، كتجي كيما هكا شفتم، كتبدا كطيب كتنقص، عرفت كتبان لكم مزيان ولا لا. خليتها تقلات مزيان باش خليتها شربات مزيان، البنات خصكم تخليوها تشرب لقامه كما قلت لكم، هانت مابقاش فيها لاصوص. دابا غادي نرويها ان شاء الله بالماء طايب، كاس ديال الماء، الكاس ديال الماء يقولوا نتوما نسيطرو ما كاملاش، غادي نروي ليها باش ما نزيدش الماء صافي. دابا هذا هو هما دابا الماء غادي يبقاو لنا ان شاء الله هكا، باش ما نبقاش نزيدو الماء كل مره باش ما تحسبش. فوالا ان شاء الله من غادي طيب غادي نرجع معكم. فوالا البنات هو الطبق النهائي، تجي فتيه تطيب دغيا 35 دقيقه حتى 30 دقيقه كطيب معكم. الماء هذاك الشيء الماء اللي درت معكم البنات، ما زدت والو، نتوما كتجي خاطره، كتجي تبارك الله كتشهي. ودرت معها سميتو الزيتون، انا غادي نوريكم كيفاش طيبه فتيه انتوما ريا. الكرشه حتى هي طايبه، ما تبارك الله ما شاء الله. كنتمنى ان شاء الله تديروها، غادي تعجبكم طريقتي، وريت لكم طريقتي، ما تبارك الله كلشي كيعرف يطيب الكرشه ولا الدواره. ان شاء الله الا عجبتكم ما تنساوناش من اللايك والاشتراك، ولا كنتو اول مره كتشوفوا لاشين ديال اصاله لايف ستايل ما تنساوش الاشتراك وتفعلوا الجرس، وغادي يوصلكم ان شاء الله كل جديد. ومرحبا بالناس جداد والقدام، دار داركم وبكم زايده ان شاء الله، بكم زايده القش لاشين القدام. وشكرا لكم بزاف، الى الفيديو المقبل ان شاء الله.